حدث جديد وتطور مخيف يطل علينا كل يوم من حيث لا نتوقع ولا نتمنى ليدق جرسا جديدا في اذان العالم عله يعي ويدرك ما يمكن ان تؤول اليه تداعيات التغيرات المناخيه والتي يصعب حتى التنبؤ بمدى قسوتها فقد شهدت الارض خلال السنوات الاخيره ظواهر مناخيه لم تشهدها من قبل في عنفها وتدميرها فبالقاء نظره على كوكبنا من شرقه لغربه ومن شماله لجنوبه نجد انهارا جفافة وجفت معها الحياه البحريه والتجاريه في بلدانها بعد ان كانت يوما ما مصدر ثراء وخيرات ومع اشتعال الحرائق في الزراعات والغابات تحول اللون الاخضر الى الرمادي واصبح النماء حلما مضى مع ارتفاع معدلات ثاني اكسيد الكربون في الجو وتحذيرات من اختفاء بعض المحاصيل، والتي تسبب فيها ايضا تبدل فصول السنه وانزياحها بشكل مستمر، حيث تبدلت معدلات الحراره وتغيرت انماط التساقطات المطريه، لتشهد ارجاء من الكره الارضيه فيضانات رغم انها في فتره جفاف في العاده بينما وقدمت موجات من البرد الشديد على مناطق أخرى رغم أن الفترة معهودة بحرارتها. وهكذا تغير حال الكرة الأرضية وتبدلت أوضاعها بين ليلة وضحاها ليجني الإنسان ثمار ما زرعته يداه طوال عقود مضت ورغم ان ارتفاع درجه حراره الارض وتبدل مناخها ظاهره طبيعيه في اصلها الا ان تفاقم تقلبات المناخ وفجائيتها في العقدين الاخيرين يعود في جوهره الى النشاط الصناعي كما ان التغيرات المناخيه تعود ايضا الى ارتفاع كميات الانبعاثات الحراريه والغازات الدفيئه في الغلاف الجوي الى مستويات قياسيه نتيجه حرق الوقود الاحفوري الى جانب قطع الغابات لانشاء مزارع او مراعي او لاسباب اخرى ربما يكون البشر قادرين على التكيف مع بعض الاثار المترتبه على التغيرات المناخيه لكن هذا التكيف يظل محدودا امام مخاطر يصعب حصرها ورغم الواقع القائم مازال هناك اشعه امل في غد افضل مرهون بيد الانسان لتصلح ما افسدته على مدار عقود فرغم ارتباط التغير المناخي بالطبيعه الا انه يظل في الاساس قضيه تنميه تعتمد على كيفيه نمو البلدان المختلفه وما تضخه من استثمارات لتلبيه احتياجات مواطنيها من الطاقه والغذاء والمياه بطريق اما يذكي من تغير المناخ ويزيد من مخاطر حول العالم او يسهم في ايجاد حلول جذريه لمواجهه تداعياته ومن هنا تعالت اصوات المنظمات الامميه والدوليه المعنيه بمواجهه تغير المناخ لتنادي بحتميه خفض الانبعاثات الكربونيه وانهاء دعم الوقود الاحفوري فضلا عن بناء المدن المرنه منخفضه الانبعاثات الكربونيه لبناء مستقبل مستدام الى جانب زياده كفاءه استخدام الطاقه المتجدده وتطبيق ممارسات الزراعه المراعيه للمناخ والتوسع في الغابات دعوات وجدت صداها في اذان مصر التي اختارت ان تبدا بنفسها وان تنقذ مستقبلها من مصير مخيف يحيق بالقاره السمراء الاكثر تاثرا بتداعيات التغيرات المناخيه رغم انها اقل قارات العالم التي تتسبب فيها وايمانا منها بعدم وجود بديل عن التعاون الدولي اخذت مصر على عاتقها اعداد جبهه موحده لمكافحه التغير المناخي وذلك من خلال استضافه مؤتمر الاطراف لاتفاقيه الامم المتحده لتغير المناخ كوب 27 للمره الاولى بشرم الشيخ بعد اختيارها لاستضافه كوب 27 خلال مؤتمر جلاسكو عام 2021 وعلى المستوى المؤسسي شهد عام 2019 إعادة تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية والذي يضم ممثلين من جميع الجهات الحكومية والمجتمع المدني بصياغة استراتيجية وطنية شاملة للتغير المناخ وبالفعل اطلقت مصر في مايو الماضي الاستراتيجيه الوطنيه للتغير المناخ في مصر 2050 والتي تعمل على تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنميه منخفضه الانبعاثات وبناء المرونه والقدره على التكيف مع تغير المناخ واثاره فضلا عن تحسين البنيه التحتيه لتمويل الانشطه المناخيه. وفي هذا الاطار تبذل الدولة جهودا حثيثة لتعزيز الاستثمار في المشروعات الصديقة للبيئة وتمويلها عبر السندات الخضراء والتي تهدف إلى تشجيع الاستثمارات النظيفة بالمنطقة لتصبح مصر أول دولة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصدر أول طرح من تلك السندات بالأسواق العالمية لأجل خمس سنوات بقيمة 750 مليون دولار. كما حققت مصر نجاحا ملحوظا في التحول نحو الطاقه الجديده والمتجدده باطلاق استراتيجيه الطاقه المستدامه لعام 2035 حيث تمثل مصادر الطاقه المتجدده في الوقت الحالي نحو 20% من مزيج الطاقه المستخدم في مصر بينما من المستهدف وصولها الى 42% بحلول عام 2035 وفي هذا الصدد تعزز مصر جهودها للاستثمار في مشروعات الهيدروجين الاخضر، كما تسعى الى التحول لاستخدام الغاز الطبيعي ووسائل النقل الصديقه للبيئه، والتوسع في مشروعات النقل المستدام لربط انحاء الجمهوريه، وذلك لخفض نسبه التلوث المستهدفه بحلول عام 2030 بنحو 50%. وساعيا لتنفيذ برامج بيئيه متكامله لتحفيز الطاقه النظيفه وتدوير المخلفات تم اطلاق برنامج متكامل لاداره المخلفات البلديه الصلبه يهدف الى تطبيق معايير دوليه لمدافن النفايات لتقليل انبعاثات الميثان وتحويل المخلفات الى وقود وكهرباء اما على صعيد مشروعات الغاز الحيوي تعمل مصر على تحويل المخلفات الحيوانيه والزراعيه الى غاز حيوي يستخدم في الطهي وتسخين المياه في حين تستعد الحكومه لاطلاق برنامج وطني لنشر استخدام انظمه الغاز الحيوي في ريف مصر كما تمضي الدوله في مشروع حمايه وتطوير السواحل والشواطئ للتكيف مع التغيرات المناخيه والتصدي لظاهره النحر والاثار الناتجه عن ارتفاع منسوب سطح البحر الى جانب ايقاف تراجع خط الشاطئ والحفاظ على الاراضي الزراعيه والاستثمارات القائمه على السواحل وكمبادره رائده في مجال التنميه المستدامه والذكيه يتم تنفيذ المبادره الوطنيه للمشروعات الخضراء الذكيه بمحافظات الجمهوريه من خلال وضع خريطه لها على مستوى المحافظات وجذب الاستثمارات اللازمه لها كما تسعى لادماج جميع اطياف المجتمع في ايجاد حلول لتحديات التغير المناخي والبيئي ولأنه ليست هناك خطة إنقاذ للكوكب دون انتشار للون الأخضر تمضي الدولة بمشروع تأهيل وزراعة واحد ونصف مليون فدان لتحقيق الأمن الغذائي إلى جانب إطلاق مبادرة مئة مليون شجرة لتقليل الانبعاثات الكربونية هذا وتقدم مصر نموذجا مصغرا لتوجهاتها البيئيه المستقبليه من خلال مدينه شرم الشيخ المستضيفه لمؤتمر كوب 27 وذلك من خلال الاعتماد على الوسائل صديقه البيئه الكهربائيه والعامله بالغاز الطبيعي وحصول عدد من الفنادق ومراكز الغوص على النجمه الخضراء فضلا عن التحول نحو الطاقه الجديده والمتجدده بالمطار وقاعه المؤتمرات